خالتي، بس فيك تحكي لي شو رايك بالهدنه ووقف اطلاق النار المفروض يصير ب 26 هذا الشهر، وبايك لازم نقبلها او لا، وهل هي منطقيه بايك؟ والله أنا كرأيي إنه اتفاقية سايكس بيكو عم تنعاد من جديد، بس هالمرة بين كيري ولافروف. هاي رأيي. بعدين بالنسبة للهدنة، طب الهدنة قالوا إنه نحن بدنا نعمل هدنة، بس شو شروطها؟ ليش ما قالوا إنه هن قالوا بدنا نضرب نحن المنظمات الإرهابية؟ بدي أسألك ليش ما كان الكراد حاطينهم إنه هن إرهابيين؟ شايفت لك صاروا منهم وفيهم. حزب الله هو كمان إرهابي، ليش هلا سحبوا عنه صفة الإرهاب؟ مين صفى جبهة النصرة؟ بكره بحيلة جبهة النصرة إنه هي قاعدة بمناطق معينة رح يضربوا المدنية، معناتها الهدنة بس على الفصائل السورية، وبعتقد فيها لعبة كبيرة. طب بقى هل هي الهدنة منطقية؟ لا مستحيل يكون منطقية. أنت شو رأيك، بيتآخى الذئب والنعجة؟ الغنم والنعجة والذئب بيتآخوا؟ مين أمريكا؟ ما هن اتفاق روسي أمريكي، هي من الأول هي سمحتهم بالتدخل الروسي والضرب وإنه تشرب من دم السوريين. هلأ جايين صاروا مناح؟ لا لا، هن شراكة بكل شيء من الأول. وأنا كرأيي إنه الهدنة وقف إطلاق النار بس يقوموا تركيا، إنه صار في وقف إطلاق نار والأمور لأحسن مشان تركيا تهدي وما يفوت، والتحالف الإسلامي يعد للعشرة قبل ما يفوت. خالتي محمد، فيك تحكي لي شو رايك بالهدنه المفروض تنعقد 26 الشهر الجاي وقف اطلاق النار، وبايك منطقيه او لا؟ الهدنه نحن مو لصالحنا، لانه نحن بدنا طالعين لنصر الدين الاسلام، وبدنا ندل نقاوم لاخر نقطه، لانه عملوها طائفيه مسلم وشيعي، ونحن هاي الهدنه مو لصالحنا، لصالحهم هن. حطوا لنا روسيا بالوجه، كل ما أقدمنا على شغلة يحطوا الفيتو. مين اللي حطوا؟ أمريكا. وأمريكا هلأ جايتنا أنه والله بالهدنة، الهدنة نحن هلأ مثل ما محاصرين وحاويننا بمضايا وبكل المناطق، والضرب بحلب، المدنية، الأطفال، النساء، ويجوا يقولوا لنا هدنة. عشان إيش هالهدنة؟ يعني من شان مين؟ من شان النظام يقتلنا بالأكتر، حتى روسيا تقتلنا بالأكتر. هاي ما اسمها هدنة إنسانية. هاي نحن بدنا هدنة إنسانية، وكل مين يصل لحقه، هاي اللي نحن بدنا إياه يا ابني. طب يا خالتي بقى هي منطقية كوقف إطلاق نار، ممكن يكون منطقي وتطبيقه يكون بشكل صحيح أو لا؟ يا أخي نحن المنطقي إنه إطلاق النار يتوقف على كل العالم، مو هلأ بس يتوقف وحزب الله محاوطنا، مش بس يتوقف وروسيا عم تضربنا، مش بس علينا التوقيف، نحن بدنا يتوقف روسيا تنسحب لأراضيها، حزب الله ينسحب لأراضيه، ونحن هون بنحل أمورنا بحالنا، نحن والطاغي هذا بشار بنحل أمورنا نحن بحالنا، يسحبوا لنا القوات هذيك وهن عليهم منا، بيكونوا فضلوا علينا بهالأمر هذا.